اول شيء يعني دخلنا المقابلات عرفنا المقابله ديال الديربي كان فيها واحد الضغط كبير دخلنا على اساس باش ناخذ ثلاثه النقاط درنا كامل الجهد ديالنا ولكن ما تاثاش حتى النقطه هي ايجابيه تعرف اننا جينا من واحد الخساره من الدار البيضاء امام الوداد وتنقولوا ان شاء الله باقي لنا واحد ثلاث مقابلات ناخذوا فيهم شي نقاط كيف ما لاحظ الجميع الديربي كيكون في جزئيات بسيطه بحال ما يمكن لكش تحكم عليهم وحنا كنا عازمين باش نحققوا ثلاث نقاط من ديوان الجماهير التطوانيه ما تاثرناش ما علينا غير نزيدوا نخدموا باش ان شاء الله نطوروا المستوى ديالنا ونزيدوا نفرحوا هذه الجماهير اللي كتلبي النداء في جميع اللقاءات كنقول لها شكرا لهذا المنبر. الجمهور هذا راه كان مأسفين ليه حيت كيفاش كيبقاو فيك كيفاش كيدخلوا كيفاش كيتحمسوا كيفاش باش نديو 3 بوان من دارنا والكره هي هذه فيها خسران فيها ارباح فيها تعادل وكنقول لهم ديزولي ونتمنوا من الله نجيب واحد 3 بوان من وجده ان شاء الله. It was a difficult game man. The defense was really really difficult and there were a lot of them at the back but it wasn't the result we wanted. It's really not easy for us to accept but we have to accept and move forward. We are hoping that the next game we work more harder. Improve on our techniques and tactics and we hope that we win the next game and get back on track. Thank you. كيقولوا هو بان اتحاد طنجه فاجئونا اليوم بالدفاع اللي داروا اليوم خمسه المدافعين وفاجئوا بزاف بالتشكيله اللي دخلت دفاعيا ما كناش قادرين باش نحاولوا نتجاوزوا الفارق الخاص وكان كما كيقول ديربي كان بزاف ديال التوقفات بزاف ديال الاخطاء اللي كانت كتوقف المباراه حاولنا باش نديروا الجو ديالنا اللي كان خصنا نعملوه ما استطعناش حاولنا باش نحركوا من جهه الاخرى ولكن ما استطعناش باش نخرجوا هذاك الجو ديالنا ديال دائما وكان عندنا صعوبه كبيره كنقلبوا على باش ما بين طوني وايوب الكحال وسيسوكو باش نقلبوا ما بين لوجو اونتر دو باش نمشيو باش نفكوا الدفاع ديال الخصم ولكن ما استطعناش ما كناش قادرين باش نخلقوا فرص كثيره كنا حاولنا باش نمشيو على الاطراف من جهه بوشا والمساوي باش نزيدوا نخلقوا التفوق العادي ولكن ما كناش قادرين ما استطعناش لا هو على بان اللاعبين كانوا ناقصين لو ريتم اليوم ودخلنا جميع القوه الهجوميه ديالنا اللي كان عندنا في البنك الاحتياط ولكن ما حاولناش نزعزعوا المرمى ديال الخصم ما حاولناش نستطعوا نخلقوا فرص باش نسجلوا اهداف. Thank you.